بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 90 في سيرته صلى الله عليه وسلم. حينما انتقل نبينا أيها الإخوة صلوات الله وسلامه عليه للمدينة، أصبحت له دولة فيها أناس، وهؤلاء يعتبرون أتباعا أو شعبا أو أمة من الناس، وصار لها حاكم أو قائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، له أتباع وله جيش. كذلك أصبحت لهم منعة، فلم يعودوا أفرادا متفرقين ضعفاء كما كانوا في مكة، ليس لهم أرض ولا قوة ولا شوكة ولا منعة. فكان من حكمة الله عز وجل وسابق تقديره أن يأذن بالجهاد لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأذن الله بالجهاد لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ بالغزوات وإرسال السرايا والجيوش لقتال من يليه من الكفار والمشركين. وكان في أول الأمر يريد قريشا التي طردته وعذبته ونصبته العداء. وقد وادع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا كل قبيلة لا تقاتله، وذلك من حكمته صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يكثر عليه الأعداء. فوادع حتى يهود المدينة، ووادع بني ضمرة، ووادع بني مدلج، ووادع القبائل التي تحيط بالمدينة ليحفظ السياج المحيط حوله، بحيث لو أرادت قريش فيما بعد أن تستعين بهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع. واختلف كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل 17 غزوة وقاتل في 8 منها، وقيل 19 غزوة، وقيل 21 غزوة، وقيل 24 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. وسيأتينا إن شاء الله ذكر هذه الغزوات. أولها غزوته في منطقة يقال لها الأبواء أو ودان، وهذه تبعد عن المدينة حوالي 250 كيلو مترا من جهة البحر. خرج في العام الثاني من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، وهي أول غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إن أول غزوة هي غزوة يقال لها غزوة العشيرة أو العسيرة، وهذا جاء في الصحيح لما سئل زيد بن أرقم: كم غزاة غزوتها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17 غزوة. قيل له: وما أولها؟ قال: غزوة العشيرة. وعموما ذكر أهل السير أن أول غزوة، ولا يلزم من كونه حضر أول غزوة ألا يكون قد غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فغزا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة أو هذه الغزاة يريد قريشا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقاتل فيها قريشا، ووادع في هذه الغزوة. ومعنى وادع أي جعل بينه وبينهم موادعة واتفاقا بألا يعينوا عليه وألا يعين عليهم. وادع بني ضمرة وهم من كنانة، وكان سيدهم مخشي بن عامر الضمري. ثم عاد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أرسل سرية جعل عليها عبيدة ابن الحارث ابن عمه، وخرج 80 من المهاجرين لم يكن فيهم أحد من الأنصار إلى ماء في الحجاز، ولقي فيها جمعا عظيما من قريش، كان عليهم عكرمة ابن أبي جهل، فلم يقتتلوا، ولكن سعد بن أبي وقاص رمى بسهم تجاه المشركين، فكان أول سهم رمي في الإسلام. إذن هذا هو الموطن الذي رمى فيه سعد رضي الله عنه أول سهم في الإسلام. وقيل إن سرية لحمزة إلى سيف البحر، خرج 30 من المهاجرين، لقي فيها أبا جهل، وكان مع أبي جهل 300 راكب، فحجز بينهم رجل من جهينة كان موادعا لقريش وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فانصرفوا ولم يكن بينهم قتال. وهذا أيها الإخوة كله، كل هذه السرايا والغزوات كانت قبل غزوة بدر في رمضان من العام الثاني، وسوف تأتينا. كذلك كان هناك غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم في جهة رضوى، اسمها بواط، وهذه المنطقة تبعد عن المدينة قرابة 50 كيلا باتجاه ينبع. ولى على المدينة السائب بن عثمان
بن مضعون، وكان على المشركين أمية بن خلف ومعه 100 رجل و2500 بعير، لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أو لم يدركهم فعاد إلى المدينة. بلغ قريشا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله المسلمون، فأخذوا في الحيطة حتى لا تقع أموالهم التي يخرجونها إلى الشام ليبيعوا ويشتروا، وكان طريق التجارة يمر من جهة الساحل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه أو يخرج أصحابه ليقطعوا الطريق على المشركين، وكان هذا هو سبب المعركة التي ستأتينا وهي معركة بدر. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.